ما هو طالما ده اللي بيتقدم لنا. احنا من امتى يا جماعه كنا محجبات؟ حلمت وانا كلمت ربنا قلت له يا ربي في حاجات انبياء بيقولوها انا مش مقتنعه بيها. تختاري شخص واحد يكون معاكي في السيلفي ده. ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اسلوب الصلاه؟ الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده ليه لما اجانب يجوا وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده؟ لازم بقى نوصل لهنا. مش دلوقتي خبط الدين الحصان الرهوان؟ عادي بقى نبدل اسم ربنا باسم مروان.